عدم القدرة على اكتشاف، أنا بنتكلم على كوكب بيعيش فيه 7 مليار بني آدم، وبالتأكيد في كتير جدا من المواهب اللي محتاجة فرصة تكتشفها، واللي اكتشافها ممكن يساهم بشكل كبير جدا في ضبط آليات السوق وخفض أسعار اللعيبة الحقيقة اللي بقت فلكية. النهاردة هيكون معنا شخص مهم جدا، هو كولين تشامبرز، وهو رئيس اتحاد الكشافين في إنجلترا، والكشاف بعدد كبير جدا من الأندية الإنجليزية. عشان كده طبعا بشكره على الفرصة دي وعلى لقائنا بيه وعلى وجوده معانا على شاشة النادي الأهلي. بداية طبعا أهلا وسهلا بيك في السادسة. حسن، شكرا جزيلا لكم. خليني أبدأ مع وجهة نظر بتقول أنه الأسعار الفلكية والميزانيات الكبيرة جدا اللي بقت بتتكبدها الأندية على مستوى العالم بتعكس عدم قدرة الكشافين على ان هم بيقوموا بدورهم بشكل كافي، وده اللي ادى لارتفاع اسعار اللاعبين بشكل اصبح مبالغ فيه. تتفق ام تختلف مع الرأي ده؟ نعم، بشكل أساسي هو سبب رئيسي عدم القدرة على كشف المزيد من المواهب كما كان الحال في السابق. الأمر الآن يقتصر على بعض الدوريات كالبريمير ليج، لكن ليس في كل الدوريات. إذا تكلمت على اتحاد الكشافين ودوره الأساسي اللي بيقوم بيه وأهم الأهداف اللي بيسعى لتحقيقها. حسنا، هدفي شخصيا كمعلم لكرة القدم في المقام الأول هو الكشف عن المزيد من اللاعبين بالعين المجردة وبالإحصاءات وبالأداء في الملعب. السكاوت كشف اللاعبين لا يقتصر فقط على كونك تشاهد لاعب فقط، وإنما يوجد العديد من الأشياء التي تحتاجها، فأنت تنظر إلى اللاعب كمدرب وليس فقط ككشاف. فالتدريب والكشف هي عملية مشتبكة أو مترابطة نوعا ما. يعني إزاي بتعتمد الأندية الإنجليزية؟ إحنا بنتكلم على أهم دوري في العالم، ويمكن الأندية الإنجليزية يمكن تكون من أكثر الدوريات اللي عندها قدرات تمويلية كبيرة جدا. إزاي بتعتمد الأندية الإنجليزية في فكرة استكشاف المواهب الجديدة؟ إيه هي أهم الوسائل أو الطرق اللي بتعتمدوا عليها في الإطار ده؟ حسنا، الأمر الآن يعتمد مبدئيا على إحصاءات أداء اللاعبين البدنية والفنية. الإحصاءات تقول الكثير عن اللاعبين، فهي تخبر عن مدى قابلية اللاعب للتأقلم مع أي فريق. وإذا قالت الإحصاءات أن هذا اللاعب رائع، فهي مبدئيا تكون صادقة. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة، ينتقل اللاعب للمرحلة القادمة من النظر إلى سلوك اللاعب وأداء اللاعب على أرض الملعب. طيب خليني اروح لجزئيه ثانيه، هل ده معناه انه الانديه الانجليزيه ما بتعتمدش الا على لاعبين وصلوا لمستوى معين من النجوميه؟ يعني مش من الممكن اكتشاف موهبه جديده او موهبه بكر لسه يعني ممكن يكون في رهان على نجاحها مع الانديه الانجليزيه؟ لا، يعتمدون بالفعل على مواهب شابة كثيرة. البريمير ليج غني بالمواهب الشابة، لدينا لاعبين يلعبون في العديد من الأندية، لاعبين صغار كساوثهامبتون وليستر سيتي. الأسماء الكبيرة الآن في مانشستر يونايتد وأرسنال كانت بالفعل أسماء صغيرة يوما ما، وبدأت من مستوى أقل، ولكنهم يتطورون ويزدادون في التطور. واللاعب الصغير
يستمر في هذا التطور إلى أن يصبح لاعبا محترفا ونجما كبيرا ويكون لاعبا دوليا. وكما رأينا في البطولات المحلية والبطولات العالمية مؤخرا خصوصا في البريمير ليج وجدنا العديد من المواهب التي أصبحت نجوم الآن. طيب خليني أبص معاك كده، يعني تخيل معايا خريطة العالم، ايه هي المناطق اللي بيبص لها اتحاد الكشافين اللي حضرتك طبعا بتتولى مسؤوليته على انها مناطق ممكن تكون مصدر للنجوم والمواهب في الدوريات الاوروبيه بشكل عام والدوري الانجليزي بشكل خاص؟ حسنا، في هذه اللحظه نحن نبحث في جميع انحاء العالم، نبحث في المجر وبولندا، نبحث في افريقيا وأيضا البرتغال، نبحث في أوزبكستان، في أمريكا الشمالية والجنوبية، نركز على جميع أنحاء العالم، فالمواهب متواجدة في جميع أنحاء العالم. الأمر الآن لا يعتمد على منطقة بحد عينها كما كان في السابق، فالأمر يعتمد على التعليم ويعتمد على العين الخبيرة. طب ده هينقلنا للسؤال الثاني، ايه هي الوسائل اللي من خلالها، يعني العالم، انا عارف انه العالم النهارده يعني اصبح قريه صغيره، وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والانترنت سهلت الامور بشكل كبير جدا عن 30 او 40 سنه فاتت، بس ده خليني بالأدعى اسالك، مع توافر التكنولوجيا وسهوله التواصل، ايه هي الوسائل اللي بتعتمدوا عليها؟ هل بتعتمدوا على وكلاء معينين موجودين في المناطق اللي انت اتكلمت عليها؟ هل بتعتمدوا على التواصل مع انديه معينه؟ هل بتعتمدوا على مراكز او اكاديميات التدريب؟ ايه هي الوسائل اللي بتعتمدوا عليها في اكتشاف المواهب دي؟ حسنا، ما أجبته، ما قلته في سؤالك هو بالفعل إجابة السؤال. نعتمد بالفعل على كشافين في جميع أنحاء العالم منتمين لاتحادنا، ونعتمد أيضا على وكلاء بعض اللاعبين الذين نلاحظهم. الأمر الآن أصبح سهلا في وجود التكنولوجيا الحديثة والتلفزيون والإنترنت. الأمر الآن أصبح لا يختلف عن أفريقيا وألمانيا، أصبح الأمر واحدا. الكشاف الآن أصبحت مهمته أسهل بكثير بسبب التكنولوجيا المرئية الآن، وليس فقط الأمر يعتمد على مشاهدة الفيديو، هي مجرد خطوة مبدئية. إذا أبدينا اهتماما ببعض اللاعبين في المقام الأول، فيجب أن نشاهده على أرض الملعب. طيب ده ياخدني لجزئية المعايير اللي بتلفت نظركم في اللاعب اللي ممكن يكون في حسابات أو رهان على نجاحه في تجربته الاحترافية، إيه هي؟ أرقامه في المسابقات المحلية، مشاركاته مع منتخبات بلده. حسنا طارو، طيب بسأل على المعايير اللي على أساسها ممكن موهبة ما تلفت نظركم كاتحاد للكشافين، هل هي أرقامه من خلال مشاركته مع النادي اللي بيلعب له؟ هل هي مشاركته مع الدولية مع منتخبات وطنه في المراحل السنية المختلفة؟ هل هي بس مجرد الموهبة والإمكانيات المرتبطة بالسرعة بالقوة بالمهارة؟ إيه هي المعايير اللي على أساسها بتقولوا إن الموهبة دي تستحق إنها تاخد فرصة احترافية؟ حسنا، إذا نظرنا إلى ما لدينا الآن من اللاعبين، سنجد الآن معايير معينة ينظر إليها الكشاف في المقام الأول. وكما قلت، ليس فقط المهارة الاحتفاظ بالكرة أو المهارة فقط هي مهارة التمرير، ولكن المهارة أيضا تعتمد على تمركز اللاعبين، وتعتمد أيضا على العديد من الجوانب الشخصية الخاصة باللاعب. فننظر إلى المهارة وننظر إلى الإحراز الأهداف حسب مركز اللاعب، ننظر إلى اللاعب في التمرين مع فريقه، وإذا نظرت الآن إلى سلوك العديد من اللاعبين ستجد
ستجد حوالي 50 مليون لاعب تقريبا حول العالم، ولكن لن تجد المهارة المرغوبة إلا في رقم ليس كبيرا من هذا الرقم. فأصبح الأمر الآن معقدا نوعا ما، ليس حسب الإمكانيات التي يعتمد عليها الكشاف، ولكن حسب الخامات التي يجدها. طيب خليني أخذك على سبيل المثال للميركاتو الأخير والأرقام اللي ارتبطت بأسماء عدد من اللاعبين. يعني شفنا رقم يقارب ال 200 مليون يورو اتعرض من ريال مدريد في لاعب زي كيليان امبابي، او 130 مليون يورو اتعرض من مان سيتي عشان انتداب هاري كين، او حتى 100 مليون يورو دفعوا تقريبا في جاك جريليتش ومبلغ يقارب ال 250 يورو مليون يورو مطلوبين في نجم زي هالاند. ده مش ادعى انه الانديه دي تبص او تراهن أو تحاول تكرر تجربة مثلا نادي زي ليفربول مع نجم بحجم محمد صلاح اللي بقى النهارده واحد من أشهر أو من أقوى المواهب اللي موجودة على الساحة؟ بالطبع يجب عليهم ذلك. هذه الأندية تدفع الكثير من الأموال في هاري كين، في جريليش، في مبابي كما قلت. إذا أرادوا المهارة بالفعل يجب عليهم أن يبذلوا مزيدا من الجهد. ليس الأمر فقط على هؤلاء اللاعبين، ولكن إذا نظرنا فسنجد جاك جريليش من قبل كان لاعبا مغمورا، كان لاعبا صغيرا، وكذلك هاري كين. لماذا أصبح هؤلاء لاعبين كبار؟ فهؤلاء اللاعبين لديهم العقلية ولديهم المهارة فأصبحوا في هذه المكانة. فيجب على الأندية بالفعل اكتشاف المزيد من المهارات والمزيد من اللاعبين كهذه الأسماء التي ذكرت. بمناسبة الكلام عن محمد صلاح، الحقيقة يمكن عدد كبير من النجوم العرب كان ليهم مردود إيجابي جدا وقدموا مستويات مميزة جدا مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي على وجه التحديد. على سبيل المثال الحصر طبعا المصري محمد صلاح، محمد النني، تريزيجيه، دول لعيبة مصريين احنا كلنا بنتابعهم في الدوري الإنجليزي. شفنا بن رحمة الجزائري مع ويست هام، شفنا حكيم زياش مع تشيلسي، شفنا رياض محرز مع مان سيتي. رأي يعني أو توجه الأندية الإنجليزية في النظر لسوق شمال أفريقيا ومصر على وجه التحديد من وجهة نظرك؟ بالطبع الأندية الإنجليزية الآن تبحث في كل أنحاء العالم، يحتاجون اللاعبين من حول العالم. إذا نظرت إلى صناع القرار في الدوري الإنجليزي في الأندية الإنجليزية ستجد الآن يعتمدون بشكل كبير على استكشاف العديد من المهارات الأفريقية. على سبيل المثال كم تدفع الأندية في أسماء كبيرة؟ فبالتالي الأندية الإنجليزية اتجهت الآن إلى توفير هذه الميزانيات والبحث بالفعل في أماكن أخرى، على سبيل المثال كما ذكرت في شمال أفريقيا. الأندية الأوروبية الآن أصبحت تعتمد اعتماد كبير على مرحلة البحث في أفريقيا وفي آسيا، وليس عن لعبة محددا كما كان في السابق، ولكن تريد بالفعل اكتشاف مزيد من النجوم كما ذكرت. طيب خليني أكلمك أكتر عن مصر أو أستفيد بخبرتك مع اللاعب المصري بشكل خاص. يعني مصر تعتبر يمكن الدولة الأكبر إفريقيا على مستوى كرة القدم، سواء على مستوى المنتخبات بمراحلها المختلفة أو حتى على مستوى الأندية اللي يمكن صاحبة أكبر رصيد من البطولات على مستوى كرة القدم الإفريقية. ومع ذلك يمكن من ناحية الكم مش من ناحية الكيف، يمكن عندنا تجارب ناجحة كتير جدا في الكرة الأوروبية، منها كمان تجارب ناجحة في الكرة الإنجليزية، لكن من ناحية الكم بتعتبر واحدة من أقل الدول تصديرا للاعبين المحترفين. إزاي ممكن نغير ده وإزاي ممكن نزود عدد اللاعبين المحترفين في الكرة الأوروبية؟ حسنا، في رأيي الخاص أعتقد أن مرحلة الكشف مرحلة مهمة جدا لبلدكم.
فليس الأمر يعتمد فقط كما يفعل العديد من الكشافين التقليديين من النظر إلى 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 فيديو لاعب في تلفزيون أو على الإنترنت. الأمر أصبح أبعد من ذلك بكثير. إذا نظرت الآن فستجد أن الأمر يعتمد على المزيد من الأشياء، فيجب أن تكتشف لاعب يستطيع التأقلم على الأجواء الأوروبية وخصوصا الإنجليزية. طب إذا 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 قلنا مثلا إنه للاتحاد وصل مثلا قائمة من أسماء اللاعبين المرشحين إن هم يكونوا تجربة احترافية ناجحة، ازاي بتتم عمليه المتابعه؟ ايه هي المراحل الخاصه بعمليه المتابعه والتقييم؟ وعلى اي اساس بيتم التقييم واتخاذ القرار النهائي؟ حسنا، يجب ان نشاهد اللاعبين في العديد من المباريات. لا يستطيع احد ان يقيم لعيب من مجرد مشاهده مباراه او مباراتين، ولكن العديد من المباريات وخصوصا على ارض الملعب يجب على الكشاف أن يتابع كل صغيرة وكبيرة خاصة باللاعب، مدى تطور اللاعب ومدى بلوغ اللاعب لمرحلة كبيرة من العقلية. كمحمد صلاح على سبيل المثال، هو لم يبدأ كبيرا ولكن هو تأقلم، هو لديه العقلية، فبالتالي نجح في أوروبا. إذا كان لاعب يملك الموهبة، إيه النصايح اللي ممكن تقدمها له عشان يكون صاحب تجربة احترافية ناجحة وعشان يكون في يوم من الأيام نجم بقدر محمد صلاح؟ حسنا، رسالتي إلى اللاعب، إذا كان لديك مهارة كحكيم زياش ومحمد صلاح، حاول أن تطور هذه المهارة، والأمر لا يعتمد فقط على المهارة ومدى السرعة وهكذا أمور، ولكن الأمر يعتمد على مدى الالتزام ومدى الجدية ومدى الانضباط. إذا نظرنا إلى محمد صلاح، تم اختياره في العديد من الأندية وتم اختياره في العديد من الجوائز. الآن أصبح الأمر مهم جدا بالنسبة للاعبين ألا يركزوا فقط على الجانب المهاري فقط، ولكن رغبة اللاعب في التطور ورغبة اللاعب في التغيير. المعايير الآن اختلفت عما كان من قبل، فيوجد جوانب عقلية وجوانب بدنية. فإذا نظرنا على سبيل المثال، بول بوجبا في مانشستر يونايتد، هو حريص على اللعب، لديه الرغبة في إحراز المزيد وتقديم المزيد للنادي. فإذا اختلف النادي مع اللاعب، ستجد اللاعب يستطيع الانتقال إلى أي مكان وكذلك الحال مع محمد صلاح. محمد صلاح لاعب ناجح جدا، لديه الرغبة، لديه الحافز، لديه الحماس، ويظهر ذلك في أداء محمد صلاح. أهم المواهب الكروية اللي يراهن عليها كولين تشامبرز في السنوات المقبلة. حسنا، المواهب التي أراهن عليها سانشو في مانشستر يونايتد، أعتقد سيصبح نجما كبيرا. هو لعب الآن لعب صغير في السن، ولكن سيصبح نجما كبيرا في العالم. أعتقد أنه مر بتجارب كبيرة ومر بتجارب أثقلته بالفعل. وأعتقد أيضا هالاند الآن هو نجم كبير بالفعل، هو لاعب متكامل وسيصبح أكثر تكاملا في المستقبل. وكما كنا نقول، المرحلة الكشفية هي من أوصلت هالاند لهذه المرحلة. صحيح. كولين تشامبرز رئيس اتحاد الكشافين الإنجليزي، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة الأهلي ووجودك معنا في السادسة بعد الفاصل.